أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. رفع دعوى قضائية ضد استاذ في جامعة بصنعاء متخصص بالاعتداء على زملائه. قوات أمنية في الضالع تلاحق مسلحين أحرقوا ناقلة بضائع قبل أيام. صحيفة عربية تقول إن الممرضين في صنعاء يمارسون أعمالهم كأطباء. حكومة تشيك لمواطنيها أطلق النار على الإرهابيين. اشتباكات مسلحة وإصابات في الجزائر والسبب حمار. والبداية من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون في صنعاء، حيث عنون موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: لهيب الأسعار يحرق صنعاء واتهامات للحوثيين بافتعالها. وقال الموقع إن أسعار المواد الأساسية في العاصمة صنعاء ارتفعت 3 أضعاف في ظل تزايد ظاهرة الابتزاز والغش التجاري من قبل التجار، في وقت يحكم تحالف الحرب الداخلية الحوثي وصالح قبضته على إدارة الدولة فيها. وكشفت جمعية حماية المستهلك عن عملية غش تجاري في محطة البترول والغاز، بالإضافة إلى التلاعب بأوزان رغيف الخبز في وقت يشتكي مواطنون فيه من عودة ارتفاع أسعار الوقود في العاصمة صنعاء. وقال فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في تصريح اليمن مونيتور أن هناك استغلالا وتحايل على المواطن، معتبرا ذلك حالة ابتزاز. ويتابع الموقع: جماعة الحوثي وحليفها صالح أعلنوا حملة لحماية المستهلك تستهدف حصر أموال ومخازن التجار لمراقبة الأسعار. موقع المصدر أونلاين أورد العديد من العناوين، منها تجدد المعارك في ذباب غرب تعز ومقاتلات التحالف تقصف مواقع الميليشيات، وعنوان آخر: مقتل 22 مسلحا حوثيا في قصف لطيران التحالف على معسكر تدريبي في الحديدة. ومن عناوين الموقع أيضا: مقتل 5 مدنيين وإصابة أكثر من 10 بغارة جوية للتحالف في مديرية نهم شرق صنعاء. وقال شهود عيان للمصدر أونلاين إن صاروخا سقط قرب مدرسة أثناء خروج الطلاب، وأدى الحادث إلى مقتل 2 و3 معلمين. نقاوم الحوثي كمجتمع ويقاومنا كجماعة، بهذا العنوان صدرت صحيفة تعز المقاومة صفحتها الأولى في مقال كتبه محمد عمراني، وقال في جزء منه: كل شيء بالنسبة لنا مهما كان ضئيلا يتحول إلى قضية للخلاف وتبادل التهم، وتلك هي طبيعة المجتمع المتنوع والمختلف، بينما تتحكم الجماعة الدينية المغلقة بكل شيء. نظهر أسماء القتلى وعناوينهم وأعدادهم ونبكيهم، في حين تظل الجماعة المغلقة تحتفظ بالحق الحصري لكل معلومة مهما كان حجمها. لم نعرف عدد قتلاهم، ولم نسمع مشكلة للجرحى، ولا أي معلومات، لم نعرف حتى أسماء المشرفين الذين يتنكرون خلف أسماء وهمية، أبو وليد وأبو هاشم، وأسماء على طريقة العصابات أو التنظيمات الإرهابية وليس على طريقة الدول بما فيها من مسؤولية وشفافية. خطابهم الإعلامي ينطلق على طريقة خطاب النازية، صوت واحد لا يمكن لأحد أن يزيد أو ينقص. في مقابل حالة تنوع رهيبة تعكس كم هو المجتمع متنوع وفعال ونشط، لهذا لا ينبغي علينا الانزعاج من حالة الاختلاف التي تظهر كثيرا على مسرح الأحداث. كانت الحقبة الشمولية الستالينية تحدد مجموعة الكتب المسموح بها للقراءة فقط، وكل ما عداها ممنوع. الدولة تضع الوايت ليست ويبقى كل شيء في البلاك ليست. هذه هي حياة المقابر التي يعيشها الناس تحت حكم الجماعات المتطرفة والإرهابية وجماعات العنف المسلح والأنظمة الحديدية. لذلك بالنسبة لي كل اختلاف أو تنوع أيا كان فهو ليس أكثر من دليل على أن المجتمع كله في مواجهة جماعة تحيط نفسها بالأسوار الحديدية. المجتمع هو من ينتصر بالنهاية، وتلك هي حكاية التاريخ. سياسيا، عنوان موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية: مصادر:
المبعوث الأممي يفشل في إقناع طرفي الانقلاب بتسمية ممثليهم في اللجنة العسكرية والأمنية، ويقول الموقع إن الحوثيين والمخلوع صالح رفضوا تسمية ممثليهم في اللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار للتدرب في العاصمة الأردنية عمان. وبحسب مصادر سياسية رفيعة، فإن الحوثيين والمخلوع يشترطان قبول الحكومة بخطة السلام الأممية وإعادة حركة الطيران إلى مطار صنعاء، فيما أجل مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الوضع اليمني لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي لإقناع طرفي الصراع باستئناف مشاورات السلام. ويتابع الموقع بوست الذي استند في تقريره أيضا إلى صحيفة إماراتية، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فشل في الحصول على موافقة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي على تسمية ممثليهم في اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تثبيت وقف إطلاق النار استنادا إلى اتفاق ظهران الجنوب الموقع في 10 أبريل الماضي. هل يكون الحدث الأخير الذي شهدته مدينة الضالع نهاية لأحداث مأساوية كثيرة في المدينة، حيث عنون موقع عدن الغد؟ أو أمن الضالع ينفذ حملة أمنية لملاحقة متهمين بإطلاق نار على ناقلة بضائع. وقال الموقع: نفذ أمن محافظة الضالع حملة أمنية لملاحقة متهمين بإطلاق النار على ناقلة بضائع أثناء مرورها على الخط العام لمركز المحافظة صباح اليوم الثلاثاء. وجاء في التفاصيل إن خارجين على القانون كانوا يستحدثون نقطة أمنية في المدخل الشمالي لمدينة الضالع، أطلقوا النار على ناقلة تحمل موادا خامة لصناعة المنظفات أثناء مرورها في الشارع العام بطريقها إلى صنعاء، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ونجاة سائقها. وأوضح المدير العام لأمن المحافظة العميد عبيد ثوبة أنهم نفذوا حملة مكونة من 5 دوريات عسكرية عقب تلقيهم بلاغا بالحادثة للقبض على الجناه، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة تابعة لهم، فيما يواصلون ملاحقتهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ولاقت الحادثة استنكارا رسميا وشعبيا في محافظة الضالع، كما طالبت أصوات بإلغاء النقاط التي زادت من معاناة الأهالي في المحافظة. موقع مسند عنون في صفحته الرئيسية: الجوازات السعودية تصدر دعوة مهمة لجميع المقيمين في المملكة. وقال الموقع إن الإدارة العامة للجوازات السعودية دعت المقيمين في كافة أرجاء المملكة بتسجيل البصمة لهم ولمرافقيهم ممن بلغ عمره 6 سنوات فيما فوق ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة لهم. وقال نائب المدير العام للجوازات اللواء ضيف الله الحويفي أن المديرية جهزت مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظتها، ووفرت لها جميع الاحتياجات من الأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان إنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة. وأشار أن أصحاب العمل والمقيمين ومرافقيهم لن يتمكنوا من إكمال إجراءاتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم من خلال إدارات الجوازات والخدمات المقدمة عبر منافذ المملكة الدولية والخدمات الحكومية الأخرى إلا بعد تسجيل خصائصهم الحيوية البصمة. إنه زمن الحوثي الذي رأينا فيه كيف يمكن للفساد أن ينتشر تحت لافتات دينية ووطنية، وكيف للجوع أن ينوم ضميره خوفا من بطش المعتوهين. هذه إحدى فقرات مقال كتبه محمد عبد الوهاب الشيباني في الاشتراك نت، وقال في أجزاء منه: رفعوا شعارات المظلومية طويلا فتعاطف الجميع معهم لأن السلطة ذهبت إلى ديارهم لقتالهم، وبعد 6 حروب وعوام 5 خرجوا أكثر قوة وتسليحا وشعبية لأن رأس النظام لم يكن يقاتلهم، وإنما استخدمهم كورقة ابتزاز للسعودية وتصفية حساباته مع خصومه داخل دائرة الحكم. وحين خرجت الأطراف من مؤتمر الحوار الذي كان الحوثيون الجزء الفاعل في بنيته وقراراته بتلك الرؤى المجمع عليها والتي صاغت ممهدات الشراكة الوطنية، كانت هناك قوة مستبدة لا تريد لهذا الإنجاز أن يمر، فاستخدمت عطش الحوثيين للسلطة ورغبتهم الرعناء في التوسع خارج حاضنتهم التاريخية صعدة.
وقبل هذا وذاك توافق مشروعيهم العصبوي فسهلت لهم إسقاط المناطق والمدن وصولا إلى العاصمة بإمكانيات الدولة ورموزها وعسكرها بذرائع إسقاط الجرعة ورموز الفساد والمستبدين. فرضوا اتفاق السلم والشراكة ليلة دخولهم العاصمة في 21 من سبتمبر 2014 بقوة السلاح، وكانوا أول المتنصلين عنه، مستغلين ترهل الطبقة السياسية وتفكك عصبيتها وفساد أحوالها بحسب تعبير ساطع نور الدين، ومستغلين أكثر ضعف الرئاسة والحكومة اللتين امتلكتا الشرعية ولم تمتلك القوة، ومعتمدين بشكل كلي على إمكانية الشريك الفاعل الذي لم يكن قد فقد أي من عناصر قوته داخل مؤسسات الدولة أو الأجهزة العسكرية والأمنية التي كانت لم تزل تدين بالولاء له. موقع المشاهد تابع ما يتعرض له أكاديميو جامعة صنعاء وعنوان: مجددا سلطة صنعاء تعتدي على الأكاديميين المطالبين برواتبهم والإضراب يستمر. وقال الموقع إن القمع والعنف والقوة وسائل تستخدمها جماعة الحوثي وصالح ضد من يخرجون للمطالبة برواتبهم. وأوضح الموقع: الأكاديميون يتعرضون بصورة مستمرة للاعتداء والضرب وإشهار السلاح في وجوههم والتهديد بالتصفية الجسدية والتخوين والقذف بكلمات وعبارات مسيئة في حال طالبوا بمرتباتهم. وقال المصدر للمشاهد نت أنه تم رفع قضية من قبل نقابة هيئة التدريس إلى النيابة العامة على خلفية اعتداء أكاديمي أو اعتداء أكاديمي على زملائه في كلية الآداب، إلا أن القضية لم يتم فيها أي شيء. وفي ذات الموضوع عنون موقع مندب بريست في صفحته الرئيسية: إضراب فالجوع كافر. وينقل الموقع ما قاله رئيس نقابة هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء محمد الظاهري: إن الإضراب حق قانوني ووسيلة وليس هدفا، ومنتقدا محاولات تشويه الإضراب من خلال المزايدة بالولاء الوطني. ويضيف: من خلال علمنا وصبرنا سنواجه الذين صادروا لقمة عيشنا، خلقنا أحرارا ورسالتنا واضحة وسنستمر في العطاء. ولفت الظاهري لأن المضربين هم أساس التغيير، والصبر ليس على مستوى النظام التعليمي والأكاديمي فحسب بل على مستوى الوطن، وينصح زملائه بعدم الالتفات لهذه التهديدات أو التشويش على مطالبهم النبيلة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. صحيفة العرب الجديد عنونت في الشأن اليمني: مرضى يمنيون بلا أطباء. وتقول الصحيفة: وسط ظروف حربية عصيبة شملت الكثير من مناطق اليمن، تتناقص أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية لأسباب متعددة. وتضيف الصحيفة: هذا التطور زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالأمراض الوبائية خلال العام الماضي إلى 10,000 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء الذين كان بالإمكان معالجة معظمهم لو توفرت العناية الصحية الملائمة بحسب منظمة الصحة العالمية. وتؤكد العرب الجديد أن هذا العدد يساوي أعداد القتلى المدنيين نتيجة الحرب في البلاد. وتورد الصحيفة نموذجا لما يحدث في صنعاء: في أبرز المستشفيات المركزية العامة في العاصمة صنعاء لم يعد الطبيب المشرف على غرف المرضى الرجال يمر سوى مرة في الأسبوع بدلا من المرور اليومي. وتتابع الصحيفة: الممرضون هم من يعايرون المرضى، فلا يستجيبون لآلامهم الطارئة إلا بالمسكنات إلى أن يأتي الطبيب، كما جرى تعيين ممرضين جدد بدلا من آخرين توقفوا عن العمل بسبب انقطاع رواتبهم أو نزوحهم، ما تسبب في كثير من الأخطاء بسبب ضعف الخبرة. من أخبار صحيفة الاتحاد المتعلقة باليمن عنونت: الشرعية تواصل تقدمها صوب المخا. وقالت الصحيفة: واصل الجيش اليمني مدعوما بطائرات التحالف العربي زحفه صوب مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، بعد دحره
للميليشيات الإنقلابية من معظم مناطق بلدة ذباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز العقيد منصور الحساني للاتحاد: تواصل قوات الشرعية تقدمها نحو منطقة الجديد، مشيرا إلى أن القوات الحكومية بدأت صباح أمس تمشيط كافة المناطق المحررة في ذباب ونزع المئات من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في البلدة قبل فرارها. وتقول الصحيفة أن هذا التقدم يأتي بالتزامن مع تحرير مناطق ومواقع جديدة في بلدتي الوازعية ومقبنة المتاخمتين لمدينة المخا غرب تعز. صحيفة الخليج تابعت بعض التحضيرات في أروقة مجلس الأمن وعنونت: مجلس الأمن يبحث تسليح إيران للحوثيين وحزب الله. وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي يناقش في 18 من الشهر الجاري تقريرا سريا للأمين العام السابق بان كي مون يتعلق باستمرار إيران في تهريب السلاح للحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان. ويشير التقرير الثاني نصف السنوي المقرر أن يناقشه مجلس الأمن إلى اتهام من فرنسا لإيران بأن قواتها ضبطت شحنة من السلاح في شمال المحيط الهندي في مارس الماضي كانت في طريقها من إيران إلى الصومال أو اليمن. جهنم صناعة بشرية أيضا. تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال في جزء منه: هناك مئات الآلاف صرعهم الرصاص وفتكت بهم القنابل، وهناك ملايين من المعاقين والمشوهين والمشردين. هناك مجاعة خطيرة بل موحشة في اليمن، وقد نشرت اليونيسف مؤخرا أرقاما عن مجاعة الأطفال، لكن الحقيقة أن الشعب اليمني كله سوف تضربه مجاعة حادة في وقت قريب. الدولة كانت الموظف الأكبر وربما الوحيد، وحتى القطاع الخاص يشتغل مع الحكومة في المقاولات والتوريدات، ومع انهيار الدولة وهروب التجار بأموالهم ارتفعت مستويات البطالة، وأخيرا جمدت رواتب موظفي الحكومة والشركات العامة، وأصيبت الحياة الاقتصادية بشلل كامل. مقابل هذا تشتري القيادات الحوثية القصور الضخمة والسيارات الفارهة، بينما تفرض ميليشياتهم الإتاوات على أصحاب الدكاكين والمحلات الصغيرة. هناك أطفال ينشؤون في أجواء الرعب، معرضة حياتهم النفسية للخطر، ومهددة عقولهم بالتبلد وأجسادهم بالمرض. وهناك النسيج الاجتماعي الممزق، وخطر تمزيق الدول إلى دويلات وكانتونات صغيرة. فهل الجحيم حقا هم الآخرون حسب سارتر؟ أولئك الذين يصنعون فينا الموت، أم هم نحن الذين نسهم في قتل أنفسنا وتدمير أوطاننا؟ إلى الخبر الأكثر قراءة في صحيفة الاندبندنت البريطانية والتي عنونت: حكومة تشيك لمواطنيها أطلق النار على الإرهابيين. وتقول في التفاصيل إن وزارة الداخلية في جمهورية تشيك تتبنى تغييرا دستوريا يهدف إلى السماح للمواطنين باستخدام البنادق ضد الإرهابيين بعد أسابيع قليلة من دعوة الرئيس التشيكي ميلوس زيمان لمواطنيه بتسليح أنفسهم لمواجهة إمكانية هجوم كبير من المنظمات الإرهابية. وذكرت الصحيفة البريطانية أن دعوة الرئيس تشيكي لاقت استجابة واسعة من المواطنين، حيث ارتفعت مبيعات السلاح وسط تحذيرات من إمكانية استهداف أقليات لا يتجاوز قوامها 4000 نسمة. ويقول مؤيدو تغيير الدستور أن حملة المواطنين أو حمل المواطنين للسلاح يمكن أن ينقذ الأرواح حال حدوث هجوم كبير بالتوازي مع تأخر الشرطة أو فشلها في الوصول إلى مكان الحادث في الوقت المناسب. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ لكم: اشتباكات مسلحة في الجزائر بسبب حمار. وقالت صحيفة القدس: تسبب حمار في شجار وصل حد إطلاق النار بين عائلتين في دائرة رأس العيون بولاية باتنة شرق الجزائر، إذ أصيب 5 أشخاص بجراح، بينهم واحد أصيب برصاصة من بندقية صيد. وتضيف الصحيفة أن جارين يعيشان على وقع شجار مزمن أو منذ زمن بينهما، وتسبب دخول حمار أحدهما إلى حقل الآخر
بتلاسن بين الاثنين ليتطور الأمر إلى عراك بينهما، وبعد ذلك جذب أحدهما بندقية الصيد وأطلق النار على غريمه، ولم يتوقف العراك عند هذا الحد، بل دخلت العائلتان كذلك في الشجار وتبادل إطلاق النار. متى الربيع اللغوي؟ أو متى الربيع اللغوي العربي؟ تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف واسيني العرج مقاله المنشور في القدس العربي، وقال في جزء من مقاله: هناك رغبة في الخروج من فكرة التقديس اللغوي والانتماء لأبجدية لا مشكلة لها في الانزياح عن التاريخ والميراث القديم والنظام اللغوي أيضا. يمكننا أن نجدد اللغة العربية بالحفاظ عليها وهدم كل ما يعيقها. الانتماء إلى لغة ليس الانتماء إلى الثبات والخلود اللغوي الذي لا يقبل الزحزحة، إلى أحادية قومية ضيقة ومغلقة، ولكن الانتساب إلى حضارة إنسانية تتحول ولو جزئيا في كل لحظة، واللغة جزء من تلك الصيرورة في عز إضافاتها الإنسانية وتنوعاتها وقابلية التغيير بنيويا وفق المنجز التقني والتربوي الإنساني. العربية هي القرآن الكريم وشعر ما قبل الإسلام، ولكنها أيضا المتنبي ابن رشد ابن خلدون، الغزالي ابن الرومي، الحلاج ابن ميمون، بشار ابن برد أبو نواس، جبران وغيرهم من الذين انتموا بحب إلى لغة ساعدهم انفتاحها وقوتها وتجددها وانفتاحها وجمالياتها وقدراتها الباطنية والظاهرة على فتح المساحات على اتساعها ومحو الخلافات والضغائن الدينية والعرقية والإثنية والانتصار للحداثة والتسامح والتجدد. فهل لنا اليوم قدرة البصيرة والتبصر والبراغماتية التي تمكننا من التعبير عن حبنا للعربية بالجهد الحقيقي بالاعتماد على المنجز التقني والبيداغوجي الإنساني وليس بالخطاب المكرور والميت؟ انطلقت في العديد من البلدان الأوروبية مسابقات التزلج على الجليد، وقد عكف العديد من المصورين على التقاط أجمل الصور التي توثق للموسم. جولتنا المصورة في صحيفة الشرق الأوسط نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة، وفي الختام نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.